الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في برنامج استوديو الحدث. إلى العناوين: وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة غدا، ومصادر الحدث تصف التقدم في محادثة الدوحة بالبسيط. رئيس الوزراء اليمني يكشف أن التصعيد الحوثي في البحر الأحمر أدى إلى تراجع أفق الحل السياسي. وزير الزراعة السوداني يتهم الدعم السريع بعرقلة الإمدادات، ومسؤول يقول إن الحديث عن مجاعة مجرد إشاعة. العراق يطمح إلى مشروع نووي سلمي كبير، والأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يطمئن بغداد. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن جولة الشرق الأوسط ستتطرق لعدة أمور، من بينها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الزيارة ستشمل مناقشة الأساس السليم لسلام دائم في المنطقة. كما أوضح وزير الخارجية أن واشنطن أكدت لإسرائيل ضرورة أن يكون لديها خطة لغزة، وحذر بلينكين من أن غزة تواجه وضعا إنسانيا مروعا للأطفال والنساء والرجال نتيجة نقص المساعدات التي تدخل القطاع، مشددا على ضرورة أن تقوم إسرائيل بإعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية لمن هم في حاجة إليها، مؤكدا أن 100% من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية. الرحلة ستكون من هنا إلى السعودية ومصر، والهدف هو بالطبع الدفع نحو اتفاق لوقف النار وإطلاق الرهائن. شددنا على إسرائيل على ضرورة أن تكون لديها خطة من أجل غزة. قلنا من اليوم الأول على إسرائيل في الوقت الذي تدافع فيه عن نفسها وتمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر، عليها حماية المدنيين الذين هم بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية. وكان البيت الأبيض أعلن أن فريقا أمريكيا وآخر إسرائيلي سيجتمعان في واشنطن قريبا لبحث سبل بديلة لتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة دون القيام بعملية برية كبيرة في رفح. في مكالمة هاتفية طلب الرئيس بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي إرسال كبار المسؤولين إلى واشنطن في الأيام المقبلة للاستماع إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن التخطيط الإسرائيلي الحالي لرفح ووضع خطة بديلة لاستهداف عناصر حماس الرئيسية في رفح دون غزو بري كبير. رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على إرسال فريق من كبار المسؤولين لطرح وجهة نظرهم بخصوص طريقة التعاطي مع غزة، ونحن في انتظار هذه المحادثات. في غضون ذلك قال مصدر مطلع للحدث بأن التقدم المحرز في المفاوضات بين حماس وإسرائيل في الدوحة للتهدئة في غزة بسيط. موقع أكسيوس نقل عن مصدر مسؤول في إسرائيل أن إسرائيل وحماس بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق محتمل لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة والإفراج عن محتجزين للمرة الأولى منذ شهور. وبحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن الخلافات بين الجانبين قائمة، لكن رد حماس على إطار الاتفاق بشأن إطلاق سراح محتجزين اقترحته الولايات المتحدة وقطر ومصر أتاح التقدم إلى وضع تفاصيل للاتفاق. صحيفة إسرائيل اليوم قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر استبعاد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس من اتخاذ القرار في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة التي تجرى الآن في قطر. وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو أبلغ أعضاء مجلس الوزراء المصغر بأن التوجيهات لوفد المفاوضات سيحددها هو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وأشارت إلى أن مقربين من جانتس مستاءون من قرار نتنياهو ولا يتوقعون انسحاب حزبه من مجلس الحرب حاليا. وقالت إن العلاقة بين نتنياهو وغانتس خلال الأيام الأخيرة تعد الأسوأ منذ 7 أكتوبر الماضية.
إلى ذلك حصلت الحدث على نسخة من مشروع قرار وزعته مجموعة الدول العشر غير الدائمة العضوية على أعضاء مجلس الأمن من أجل ضمان وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان. القرار مكون من 4 فقرات تمهيدية و4 فقرات إجرائية، ينص أولها على المطالبة بوقف فوري إنساني لإطلاق النار خلال شهر رمضان على أن تحترمه جميع الأطراف. أما الفقرة الثانية فتدعو إلى إطلاق سراح غير مشروط وفوري لجميع الرهائن مع ضمان إمكانية الوصول إليهم للتعامل مع أي احتياجات طبية أو إنسانية لديهم. كما يشدد القرار في فقرته الثالثة على الحاجة الماسة لتوسيع نطاق تدفق المعونات الإنسانية ودعم حماية المدنيين في كامل قطاع غزة، ويكرر مطلبه برفع كافة العراقيل أمام توصيل المساعدات الإنسانية بكمية كبيرة. أما في الفقرة الرابعة والأخيرة، يطالب القرار بأن يراقب مجلس الأمن تنفيذ الأطراف المعنية البنود السابقة وبصورة فعالة لهذا الأمر. وقال دبلوماسيون للحدث إن التصويت على مشروع القرار الجديد في مجلس الأمن لم يحدد رسميا، بينما مشروع القرار الأمريكي لا يحظى بالتأييد حتى الآن. لمناقشة كل هذه التفاصيل من رام الله ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أنور رجب، ومعنا أيضا من واشنطن الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك من رام الله. سيد أنور، بداية، هل هناك أي توقعات أو قراءة أولية حول هذه الزيارة الأمريكية إلى الدوحة؟ ما المرتقب منها؟ يعني سيد صباحك أختي الكريمة وصباح المشاهدين جميعا. يعني أعتقد أنه هذه الزيارة تأتي في إطار عدة موضوعات أو عدة عناوين رئيسية. العنوان الرئيسي الأول هو موضوع إتمام صفقة التبادل والوصول إلى هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار. المسألة الأخرى هي الخلافات الأمريكية الإسرائيلية حول إدارة الحرب في قطاع غزة، وأنا أقصد هنا موضوع المساعدات الإنسانية وموضوع رفح. المسألة الثالثة كما تحدث وزير الخارجية بلينكن هي وضع أسس واضحة وسليمة لعملية السلام وأفق حل الدولتين. وزيارة المملكة العربية السعودية والقاهرة من الواضح أنها تأتي في هذا السياق، لأنه عمليا القاهرة منغمسة جدا في الملف الفلسطيني ولها باع طويل في موضوع عملية السلام والمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أما المملكة العربية السعودية فأنا أعتقد أنه المرحلة القادمة ستكون المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية لأي عملية سلام مستقبلية بما فيها الوضع في قطاع غزة بعد انتهاء هذه الحرب. إذن هذه هي العناوين الرئيسية لهذه الزيارة، ولكن المسألة ليست في كيف يتعاطى الجانب العربي مع هذه مع المبادرات الأمريكية أو مع يعني الطروحات الأمريكية. المسألة لها علاقة بكيف يتعاطى نتنياهو مع هذه الطروحات ومع هذه المبادرات، وهو الذي دائما ما يضع العراقيل أمامها. يعني عمليا لا يوجد خلاف كبير أو حتى يعني هناك شبه توافق بين الإدارة الأمريكية وبين المملكة العربية السعودية ومصر والأطراف العربية بشكل عام، ولكن الخلاف هو مع نتنياهو وحكومته وليس مع الأطراف العربية. نعم، سأذهب إلى وجهة النظر الأمريكية من واشنطن طبعا الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية سيد إيهاب عباس. أهلا وسهلا سيد إيهاب. يعني هذه الآن واشنطن ربما أو مجلس الأمن سيعمل على إنشاء مشروع جديد بعد فشل المشروع الأمريكي. برأيك هل ستكون هذه الزيارة محفز لنجاح أي مشروع يطرح يعني يتفادى الأخطاء الأمريكية السابقة؟ أهلا بحضرتك أستاذة هاني وبالأستاذ أنور وبكل المشاهدين. من الممكن، من المحتمل، لكن هل هذه هي فعلا الرغبة الأمريكية في إنجاح أي مشروع آخر غير المشروع الأمريكي؟ أعتقد أي مشروع آخر غير المشروع الأمريكي سيتطرق لنقاط لا ترغب واشنطن أن تشاهدها في أي مشروع يقدم لمجلس الأمن لوقف هذه الحرب، من قبيل الإبادة ووجوب إحداث وقف فوري لإطلاق النار، الأمور التي كانت دائما تعترض عليها واشنطن، بالإضافة إلى رغبتها دائما أن يتضمن أي قرار أو أي مشروع قرار
الإتيان على ذكر أن حماس جماعة إرهابية وأن الإسرائيلي الحق في الدفاع عن نفسه. هذه الأمور دائما هي النقاط التي بناء عليها تقوم واشنطن باستخدام حق النقد الفيتو ضد أي مشروع قرار في مجلس الأمن. هل تغيرت وجهة النظر الأمريكية فيما يحدث؟ يعني على المستوى الإعلامي تبدو الأمور أن هناك صراعات بين إدارة جو بايدن وبين نتنياهو وخلافات في مسألة اقتحام غزة من عدمه وهي الخطط ما هي الخطط التي سيتم استخدامها إلى آخره. لكن أنا أؤكد لحضرتك من جديد أن هناك خط يعني واصل بين واشنطن وتل أبيب، هذا الخط لا تحيد عنه أبدا السياسات الأمريكية، وهو وجوب دعم إسرائيل حتى النهاية مهما كلف الأمر، حتى وإن كانت لا تنصاع إسرائيل، حتى وإن كانت لا تنصاع للمطالب الأمريكية سيستمر هذا الدعم. طبعا ما إسرائيل حتى الآن لم تنصاع لأي مطالب أمريكية، يعني لو رجعنا منذ أن بدأت واشنطن تفكر في موقفها بعد الدعم اللامتناهي والخطوط الحمراء وإلى آخره، اليوم واشنطن كم من مرة طالب جو بايدن مباشرة من نتنياهو ورجال سياسة الولايات المتحدة من الإدارة الإسرائيلية مرارا وتكرارا أمورا عدة لم تقبل لها إسرائيل. يعني بنيامين نتنياهو ماضي قدما فيما يريد أن يفعله. ولو حضرتك يعني تعودي بالأحداث منذ بداية الحرب وحتى اليوم ستجدي أن بنيامين نتنياهو كل ما رغب في تحقيقه قد نفذه. اجتياح لشمال قطاع غزة ثم الوسط ثم ها هو اليوم يقوم وضع معظم شعب غزة في زاوية جنوب القطاع في مدينة رفح، يدخل المساعدات الإنسانية وقتما يشاء ويرفض وقتما يشاء. الولايات المتحدة لا ناقة لها ولا جمل. أقصى شيء فعلته الولايات المتحدة من وجهة نظري في هذه الحرب حتى اليوم هي أنها استطاعت أن تجعل هناك يعني ميناء بحري صغير نوعا ما لإدخال مزيد من المساعدات. هذا أقصى ما قدمته ومساعدات وغير مساعدات، يعني قد أيضا يكون في نوع من المساعدة لإسرائيل من جانب آخر، سنعود إلى هذه النقطة لنقاشها. طيب سأذهب إليك سيد أنور. سيد أنور، يعني الآن بلينكين يطالب إسرائيل بتقديم خطة، وكما نتحدث بأنه إسرائيل لا تذهب في هذا الاتجاه ولا تقدم أي خطط، هل تعتقد بأن اقتحام رفح بات قريبا وفق التصريحات الإسرائيلية مباغت لأي مباحثات يقوم بها الجانب الأمريكي في المنطقة؟ يعني أعتقد أن قرار اجتياح مدينة رفح هو بات أمرا محسوما لدى حكومة الاحتلال ومجلس الحرب. يعني هناك خلافات عديدة في مجلس الحرب، إلا أنه قضية اجتياح رفح هي من القضايا الأساسية أو المتفق عليها بين جميع الأطراف. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن الإدارة الأمريكية من حيث المبدأ لا تعارض مسألة اجتياح رفح، وإنما هي تعارض الآليات والأدوات والخطة التي سيتم من خلالها اجتياح رفح، والتي حتى الآن الإدارة الأمريكية لا تعرف تفاصيلها ولم تعرض عليها. الإدارة الأمريكية لا تريد اجتياحا واسعا لمدينة رفح كما حدث في خان يونس مثلا والنصيرات وشمال قطاع غزة. الإدارة الأمريكية لها وجهة نظر تقتضي بأنه أن تكون هناك عمليات مركزة ومكثفة تستهدف قيادات وعناصر حماس والبنية التحتية لحماس في رفح، مع وجود ضمانات ووجود خطة قابلة للتنفيذ. وهنا يعني نضع خط تحت قابلة للتنفيذ، لأنه عمليا حتى الآن الحكومة الإسرائيلية لم تطرح آليات واضحة لكيفية تجنيب المدنيين أي مجازر وأي مذابح متوقعة. قالوا بأنها ستكون هناك جزر إنسانية في وسط القطاع ترجع إليها، طبعا يعود النازحون من الشمال إلى وسط القطاع في هذه الجزر الإنسانية كما يتحدث الجانب الإسرائيلي إن فكروا أو دخلوا على رفح. عفوا، هذا حديث عام ولا يمكن، لا يوجد تفاصيل حول هذا الأمر. ولكن ما يلفت الانتباه أمس تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي عندما قال أن مسألة حل مسألة النازحين في مدينة رفح هي ليس بالعودة مثلا إلى شمال قطاع غزة، وإنما إلى إيجاد ملاذ لهم
في المنطقة الغربية، يعني غرب مدينة رفح، غرب محافظة رفح، وهذا يعني أن هذه مساحة ضيقة جدا، لا يمكن أن تستوعب هذا الكم الهائل من النازحين. مدينة رفح أو محافظة رفح بأكملها 55 كيلومتر مربع، هذه المنطقة الغربية يعني المنطقة الساحلية يعني قد تكون من 10 إلى 15 كيلومتر مربع، هل ستستوعب 1,200,000 فلسطيني؟ إذا ليس واضحا حتى الآن كيف ستتعامل الحكومة الاحتلال مع موضوع النازحين في مدينة رفح، وهو الموضوع الأساسي الذي تطالب به الإدارة الأمريكية خلال اجتياح مدينة رفح. هي من حيث المبدأ ليس ضد العملية العسكرية في رفح، ولكن هي ضد، هي تريد ضمانات فقط وخطة قابلة للتنفيذ لتأمين النازحين والحفاظ على طيب حياته. طيب فقط الخلاف. نعم سيد أنور، سأختم مع سيد أسامة. يعني أريد أن أسألك يا سيد معنا، طيب سيد إيهاب معنا وقته، أوكي سيد إيهاب، أريد أن أسألك يعني الآن ما هو معلن من هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكي؟ طبعا لتهدئة الأوضاع وإيجاد خطة والدفع بالمباحثات إلى الأمام، ولكن ما بين السطور هل سيكون هناك نقاش أو حدث هذا النقاش مع مصر لإدخال العالقين في رفح إلى سيناء، وهو الأمر الذي يعني تخوف منه الرئيس السيسي منذ بداية هذه المعركة؟ يعني لا يوجد ذكر لهذه النقطة تحديدا فيما هو معلن من خلال ما سيتم مناقشته مع الجانب المصري من قبل أنتوني بلينكين، لكن بكل تأكيد طبعا ستكون دائما نقطة حاضرة في كل الحوارات المصرية الأمريكية، لأنه في نهاية المطاف واشنطن ترغب في أن يتم إخراج العالقين من حملة الجنسية الأمريكية أيضا من داخل قطاع غزة، ولكن هذه نقطة من النقاط التي تضغط بها مصر أيضا في هذا الإطار على الإدارة الأمريكية كي تلعب دورا أكثر مصداقية في قطاع غزة بالضغط على إسرائيل من جانبها كي تقوم بوقف محاولاتها لاجتياح رفح. اجتياح رفح هي مسألة وقت فقط، يعني وأنا أكد لحضرتك أنه بعد زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن والتأكد تبقى لوجهة النظر الأمريكية من أن هذا الاجتياح سيتم بخطط أيا كانت هذه الخطط، الاجتياح سيكون قريبا جدا بعد هذه الزيارة. طيب سأذهب إلى سيد أنور. سيد أنور، بالنسبة للمباحثات الآن التي يتم الحديث حولها بأنه التقدم فيها بسيط، هل ممكن أن تتعطل بشكل نهائي؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، دائما ما يكون هناك حديث حول اليوم التالي للحرب، ونتحدث عن رصيف الذي تقوم بالعمل عليه واشنطن في بحر غزة، هو هدف اقتصادي أكثر من أنه إنساني. هل ستكون هناك تقاسمات ما من التنقيب لعملية الغاز سيقبل بها الجانب الفلسطيني لاحقا؟ يعني في هذا الإطار الحديث. أولا فيما يتعلق بموضوع المفاوضات في حول الصفقة التي تجري الآن في الدوحة بوجود وفد إسرائيلي مقلص الصلاحيات وليس صلاحيات كاملة، وفي ظل الفهم السائد أو القناعة السائدة بأن نتنياهو ليس من مصلحته إتمام هذه الصفقة ولا يريدها، لأنه لا يريد أي وقف لإطلاق النار سواء كان مؤقت أو شامل، ويعتقد أنه إتمام الصفقة قد يقود إلى وقف إطلاق نار شامل. المسألة أعمق من ذلك أيضا، أنه الخلافات الموجودة هي خلافات عميقة وليست خلافات بسيطة يمكن الحديث حولها. نحن نتحدث عن عودة النازحين مثلا إلى شمال قطاع غزة وهو مرفوض بشكل مطلق من قبل حكومة الاحتلال، نتحدث عن أعداد وتصنيف الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، نتحدث حول وأنه هل المرحلة الأولى ستقود إلى وقف إطلاق نار شامل أم لا. الورقة حماس تتحدث عن المرحلة الثانية يبدأ فيها إطلاق وقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وهذه قضايا بتقديري هي خطوط حمر لدى حكومة نتنياهو وسيجدها فرصة للتملص من إتمام هذه الصفقة. أما فيما يتعلق بموضوع الممر البحري العائم الموجود هنا، أعتقد أنه يعني في السياسة لا توجد أمور إنسانية صرف، وبتقديري أن موضوع هذا الممر المائي سيكون له علاقة ب كثير من القضايا سواء كانت اقتصادية أو سياسية،
وتحديدا في اليوم التالي كما أشرت للحرب. نعم. وتحديدا أنه موضوع الغاز الموجود قبل سواحل قطاع غزة هو أمر لم يحسم حتى الآن في كيفية، رغم الكثير من الاتفاقيات التي تمت بهذا الشأن، ولكن لم يحسم حتى الآن كيفية الاستفادة منه وكيفية التعامل معه وما هي الحصص ومن سيستفيد. فبالتالي يعني أعتقد أنه هذه المسألة سيكون لها علاقة بشكل أو بآخر مع قضية الغاز وقضايا سياسية أخرى. شكرا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي أنور رجب، ومن واشنطن الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس، شكرا جزيلا لكما. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا. السلطات التونسية تغلق معبر رأس جدير إثر تبادل لإطلاق نار في الجانب الليبي. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ أكثر من 22 مليون متابع، وما يقارب 475 مليون مشاهدة، ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. أهلا بكم مشاهدين من جديد. قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن للحدث إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة يبرود في جبال القلمون بريف دمشق دمرت مستودعات للأسلحة تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية. للمرة الثانية خلال 48 ساعة ذات المنطقة تستهدف، وأيضا في ذات المنطقة وهي منطقة يبرود في القلمون على بعد أقل من 20 كيلومتر، وهذه المنطقة اليوم التي استهدفت فجرا هي تبعد أقل من 15 كيلومتر عن الحدود اللبنانية. هو مستودع سلاح لحزب الله اللبناني في جبال القلمون جرى تدميره بالقصف الإسرائيلي، ولا معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية، بينما الخسائر المادية حققت إسرائيل هدفها من هذه الغارة ودمرت المستودع بشكل كامل.
أغلقت السلطات التونسية المعبر الحدودي الرئيسي بين ليبيا وتونس رأس جدير إثر تبادل لإطلاق النار بالمعبر من الجانب الليبي وفق ما ذكره إعلام محلي، وأشارت إلى أن هذا القرار جاء حفاظا على سلامة المواطنين القاصدين الأراضي الليبية، مضيفة أنه تم السماح للمواطنين العالقين بالمعبر من الجانب الليبي الدخول إلى تونس إلى حين استقرار الوضع الأمني بالمعبر. السلام عليكم أخوي مراد، رأينا توا ساعتين في الديوان التونسية ما فيش حتى حد فوت ولا حد قال تعال خش ولا في حد نتفاهم معاه، إسعافات وعائلات راكدة، يا ريت ياخذوا الإجراء بالخصوص يا أخوي مراد وشكرا. راس جدير قسم فيه مشكلة، راس الجير مناقشة هذا الموضوع من القاهرة معنا محمد الأسمر المحلل السياسي والاستراتيجي الليبي. أهلا بك معنا سيد محمد في برنامج استوديو الحدث. ما الذي يجري في رأس جدير ومن هي الفصائل المتناحرة للسيطرة على هذا المعبر؟ أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. إن عدم إنفاذ الإجراءات اللازمة لسيادة الدولة وسيطرتها خاصة على السلاح والسيطرة على التمركزات والمنافذ هو ما يثير مثل هذه الاشتباكات بين الفينة والأخرى. الاشتباكات ليلة البارحة كانت بين قوة ما يسمى بالغرفة العمليات العسكرية في منطقة أزوارة 40 كيلومتر عن الحدود الليبية التونسية رأس جدير وقوة إنفاذ القانون التابع لوزارة الداخلية، وذلك مرده ومآله إلى أن قوة الداخلية أعلنت منذ شهر نوفمبر الماضي نيتها للسيطرة الكاملة على هذا المنفذ. أثار ذلك مشاكل مع القوة المسيطرة على هذا المعبر والذي تستخدمه أيضا لتحقيق أغراض وموارد مالية تتمثل في التهريب الوقود وبعض السلع المدعومة. وفي مؤتمر صحفي في 12 من ديسمبر الماضي، مؤتمر مشترك ما بين وزير الداخلية لحكومة الوحدة الوطنية المنتهى الولاية عماد طرابلسي مع نظيره التونسي، أعلن السيطرة التامة واستلام وزارة الداخلية لهذا المعبر. ولكن منذ شهر ديسمبر إلى حد الآن كانت هناك تصريحات وقلاقل تثيرها قوة العمليات العسكرية في زوارة، وعلى فكرة هي تتبع وزارة الدفاع، أنها مشرعنة بطريقة أو بأخرى بغض النظر عن ماهية تكوينها، بأن هذه التغييرات هي قبلية. وهناك طبعا خلافات ما بين قبيلة الزنتان والمكون الأمازيغي له اسقاطات تاريخية، ويتهمون أن عماد طرابلسي قد أوكل مهام لذويه من قبيلة الزنتان والاستفادة من هذا المعبر، وأن الموارد التي كانت تذهب إليهم تذهب الآن إلى هذه القوة. للأسف الشديد نحن اليوم أمام معضلة في ليبيا تتفاقم وتتكرر. في شهر أغسطس 2018 أقفل المنفذ اشتباكات من ذات النوع استمر لمدة 6 أسابيع ولم يفتح إلا في مطلع سبتمبر من ذلك العام، وأيضا هناك إقفالات تتكرر بين الفينة والأخرى، وهذا طبعا بعدم التزام بالسياقات العامة. القانون رقم 22 لسنة 1999 كان ينص تحديدا على مهام الحراسة والتأمين للمرافق والمنافذ لا يتم التقيد بها. إذن انفاذ القانون بالدرجة الأولى والسيطرة التامة للدولة بكل المفاهيم السياسية والعسكرية والأمنية هو غايب ويبقى في إطار تقاطعات ومصالح تريد المجموعات المسلحة أن تحققها. نحن اليوم نتكلم عن سيطرة الحدود تسيطر عليه وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، جاءت قوة تتبع وزارة الدفاع وحاربت وزارة الداخلية وسيطرت واضطرت للقوة
القوات التابعة للداخلية بأن تذهب للمنطقة المحايدة ما بين ليبيا وتونس. نعم. طيب من هي الجهة إذن المتهمة بعملية تهريب الوقود والتي ترغب باستمرار السيطرة على هذا المعبر؟ هو اليوم كل يكيل الاتهامات إلى الآخر. عندما كانت غرفة العمليات العسكرية التابعة لزوارة وبها مجموعات ميليشيات من زوارة وزلطن ورقدلين، هذه المناطق المتاخمة للمنطقة الحدودية، كانت هناك عمليات تهريب واضحة وبينة. وزارة الداخلية قالت بأنها ستغير كل القيادات وفعلا قامت بتغييرهم في شهر ديسمبر. الآن الذين كانوا يمارسون التهريب وهي هذه الميليشيا تتهم قوى وزارة الداخلية بأنها تمارس أيضا التهريب وتسخر هذه الموارد لصالحها. واليوم الصراع هنا في ليبيا لا يكاد يمر شهر إلا وهناك صراع بين ميليشيا وأخرى، وكلتاهما تتبعان حكومة الوحدة الوطنية، حكومة الدبيبة، والغرض من ذلك السيطرة المكانية في إطار وحدود ما في أي مدينة كانت في الغرب الليبي لتحقيق مآرب وأغراض، سواء بالسيطرة وتحقيق التحالفات أو بالموارد المالية، خاصة فيما يتعلق بالمنافذ البحرية والبرية. نعم. طيب إذا ما تحدثنا عن عملية مثل هذه العمليات المتكررة بين حين وآخر، كيف يمكن أن تعزز من مطالب توحيد المؤسسة العسكرية سيد محمد؟ الحقيقة هذا يرجعنا دائما إلى الأولويات والترتيبات في عملية الاستقرار السياسي المنشودة في ليبيا والتي لم ينفذ منها حتى النزر القليل. لأن الاتفاق السياسي برمته حتى بالاتفاق الدولي انطلق من مخرجات برلين الذي عقد في 19 يناير 2020، والذي أعطى الأولوية في التنفيذ للمجال الأمني وهو توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومنطقة لجنة 5+5، إلى أن وصل ذلك الإطار القانوني والاتفاق في 23 من أكتوبر 2020 في جنيف، وينص على تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وإعادة دمجها في المؤسسات التابعة للدولة. وبالتالي اليوم الرهان الحقيقي هو أن يتم الوصول إلى رؤية حقيقية بحكومة ولو كانت مصغرة كما تراها بعض المجموعات الدولية، أو أن تكون بمستوى خدمي للوصول للانتخابات، تتضمن توحيد المؤسسات قبل تشكيل هذه الحكومة. وبالتالي الحاجة الملحة الحقيقة لتوحيد المؤسسات تقوم أساسا على تفكيك الجهات الغير رسمية المسيطرة على السلاح والتي تقبع في مفاصل مهمة وحيوية في الدولة الليبية، كما حدث ليلة البارحة ولا زال حاصل في معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس. نعم. شكرا جزيلا من القاهرة محمد الأسمر المحلل السياسي والاستراتيجي الليبي، شكرا جزيلا لك. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا الحدث. ترصد عددا كبيرا من ضحايا حرب السودان دفنوا داخل منازلهم لتعذر الوصول إلى المقابر. هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحداثة.
اعرف الأخبار وتابع الحدث. أهلا بكم من جديد. أجبرت المعارك العسكرية التي شهدتها عدد من مناطق العاصمة السودانية خلال الأشهر الماضية السكان على دفن موتاهم داخل المنازل وفي باحات المساجد والطرقات. حولت الحرب في السودان بعض المنازل والشوارع إلى مقابر. هنا بمنطقة أم درمان القديمة تعذر نقل الموتى إلى المقابر بسبب المعارك العسكرية، فدفنوا في قارعة الطريق، وآخرون تمت مواراتهم الثرى داخل المنازل. فغدت هذه القبور المتناثرة داخل الأحياء السكنية شاهدة على أوضاع إنسانية معقدة عاشها المدنيون في السودان خلال أشهر الحرب الماضية. نحن الآن داخل منطقة أم درمان القديمة، تحديدا في منطقة أبروف في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة أم درمان القديمة. ظروف الحرب القاسية دفعت الكثير من المواطنين في هذه المنطقة إلى دفن موتاهم داخل الطرقات وداخل المنازل وفي باحات مختلفة في هذه الأرجاء. يضطر كثير من المواطنين لدفن أحبائهم وأهلهم ليس في المقابر، وإنما في أماكن ليست مخصصة من حيث الأولوية إلى دفن الموتى، ولكنهم اضطروا لذلك. نحن الآن أمام أحد المقابر التي دفن فيها أحد أبناء مدينة أم درمان. لم يكن من المفترض أن يدفن في هذه المنطقة، لكن ظروف الحرب القاسية هي ما دفعت إلى أن يكون في هذا القبر الذي تشاهدونه الآن. مرتضى أحد أبناء منطقة أبروف يحكي تفاصيل اضطرار المواطنين في هذه المنطقة لدفن موتاهم داخل الأحياء. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في المزيد. والله حقيقة طبعا الموت بيجي فيها، فالناس اللي بتموت بالليل بنقدر يعني بندفنهم في حتتهم. فأخونا الله يرحمه يتوفى بالليل، ما قدرنا نطلع وكان في ضرب شديد، فاضطرينا ندفنه زي ما انتم شايفين في يعني باركين بتاع عربات. فزي ده في كتار دفننا في بيوت هنا كتير، قدام بيوت وقدام بتاع، عدم استطاع ان احنا نمشي المقابر ولا نمشي ندفنهم وكده. بعد الظروف القاسية التي مر بها مواطنو مدينة أم درمان جراء الحرب الحالية لجهة دفن الموتى داخل المنازل والطرقات، أضحى الآن بمقدورهم دفن الموتى داخل أقدم وأشهر المقابر بمدينة أم درمان بعد حالة من الاستقرار النسبي في أرجاء واسعة من مدينة أم درمان. نزار البغداوي لقناتي العربية والحدث من داخل مقابر أحمد شرفي أم درمان. قال وزير الزراعة السوداني أبو بكر عمر البشري إن السودان لن تجوع بسبب الحرب، متهما الدعم السريع بعرقلة الإمدادات الزراعية، وشدد على عزم الحكومة ووزارات الإنتاج بعدم السماح للبلاد بانزلاق نحو المجاعة باعتبار أن المجاعة تسببها الآفات والجفاف. أي شخص طلع قال في مجاعة فليأتنا بتقريره الذي قام بمسحه في السودان وجند له الأطراف وأتوا بمثل تقرير الفاو، نقول صدقت. حتى الآن تقرير الفاو هذا الذي بحوزتي حتى الآن لم يجاز، أجيزه بعد انتهاء هذا المؤتمر. نحن درسنا أن الكوارث مثل المجاعات يسببها الجفاف والآفات. بدوره قال إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة إن قوات الدعم السريع عقب اجتياحها لولاية الجزيرة نهبت عددا كبيرا من الآليات والمدخلات الزراعية الخاصة بالمشروع، مضيفا أن المنتجين يخشون على محصولاتهم التي حان موعد حصادها. عند دخول هذه الميليشيا إلى مشروع الجزيرة، أول حاجة تم نهب أكثر من 32 جرار و 130 حصان جديدة، تم نهبها تماما من مخازن مشروع الجزيرة. تم نهب أكثر من 35 سيارة، عدد 4 بصات، حتى البصات الما متحركة جديدة شالوا المقاعد بتاعتها وضربوا التنوكة بتاعتها تجددت. يعني كسروا أكثر من 16 مخزن، المخزن مساحته أكثر من 5000،
معظمها للقطاع الخاص فيها مواد غذائية كانت معدة للإخوة في كل الولايات. الأسبوع القادم نبدأ الحصاد، حملة كبيرة جدا. عندنا قوات من المستنفرين ومن المخابرات ومن الجيش. الآن المناقل مؤمنة تماما، أكثر من 8 تفاتيش، ونحن مساحتنا فيها أكثر من 65% من المساحة في المناقل، ودي إن شاء الله مؤمنة تماما. الحمد لله هذا الموسم الصيفي الذي انتهى والموسم الشتوي كان هناك ثبات في مناسيب المياه وهي الآن متوفرة، وهذا كله يعني بيرمز أنه نحن سوف نضحط هذه الإشاعات اللي بتنبئ بحدوث مجاعة في السودان إن شاء الله. وأنا في هذا التقرير يعني نلاحظ هذه الإنتاجية لمشروع الجزيرة تكاد تكون تمثل 30% من إنتاج القمح وأكثر من 25% لإنتاج الذرة إن شاء الله. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السوداني الدكتور خالد التيجاني. أهلا بك معنا دكتور خالد. وزير الزراعة يقول لا توجد مجاعة في السودان، وهناك أرقام أممية تتحدث عن ارتفاع مستوى الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ما حقيقة هذا الوضع؟ مرحبا تهاني. مرحبا. بالتأكيد يعني اللي تحدث عن هناك مجاعة وغيرها هذا يتعرض بثلاثة مسائل. الأولى قضية الوفرة، توفر هذا الغذاء سواء كان بالاستيراد أو من الإنتاج المحلي. المسألة الثانية سلاسل الإمداد أو التوريد أو متعلق بقضية التوزيع إلى أي مدى هناك وصول للمحتاجين فعلا. المسألة الثالثة تتعلق بالقوة الشرائية، هل إذا توفرت يعني هذا الغذاء هل هناك قوة شرائية تمكن من الحصول على هذا الغذاء؟ أعتقد هناك بالتأكيد بسبب هذه الحرب هناك مشكلة، بالتأكيد هذا لا يمكن إنكاره، ولكن يعني يبقى هناك نوع من الجدل لأنه الفاو أو منظمة الأغذية والزراعة العالمية هي عادة تصدر تقارير سنوية عن ما يتوفر من الغذاء سواء كان بالإنتاج المحلي أو الحاجة للاستيراد من الخارج. الآن هذا الحديث تقريبا عن منطقة الجزيرة، هذه منطقة الجزيرة هي السودان ينقسم في زراعة بين ما يعرف بالمشاريع المروية، هذه تروي عن طريق النيل أو الأمطار أو الأنجام المطرية. 90% تقريبا من الزراعة في السودان هي زراعة مطرية، وبالتالي الحديث هذا يمكن أن يكون صحيحا في ولاية الجزيرة باعتبار أنها تعرضت ل يعني هجوم من قوات الدعم السريع في ديسمبر الماضي، وبالتالي الجزيرة هي يعني تمثل واحدة من المصادر الأساسية بالنسبة للزراعة سواء كان بالنسبة للغذاء أو بالنسبة للمحاصيل النقدية التي يتم تصديرها للخارج. بالتأكيد هناك تأثر للأوضاع الغذائية في السودان نتيجة لهذه الحرب، وهذا السبب الأساسي الآن أنه الإنتاج لم يكن هناك إنتاج بدرجة كافية. مثلا القمح السوداني يحتاج سنويا إلى حوالي 3.5 مليون طن من القمح، ينتج منها محليا حوالي 600,000 يعني حوالي 20% فقط، الباقي يتم استيراده من الخارج. فحتى هذا المستوى من الخارج نتيجة للتضخم ونتيجة لانخفاض سعر العملة، وبالتالي تضعف القوة الشرائية بالنسبة للمواطن. هذا بالتأكيد حتى في حال توفر هذا الغذاء لا يمكن الوصول إليه نتيجة للعجز عن القوة الشرائية. عجز القوة الشرائية وأيضا الصراع. طيب الآن يعني الاقتراب على مسألة الحصاد للمحصول الزراعي في فترة الصيف، كيف سيتم هذا الحصاد في المناطق الزراعية وهناك مناطق تتم السيطرة عليها سواء من الجيش أو من قوات الدعم السريع؟ هذا الموسم الآن هو ما يعرف بالموسم الشتوي، هذه الفترة هي لحصاد الموسم الشتوي. الموسم الشتوي فيه القضية الأساسية هي القمح. الجزيرة تقريبا يعني عادة توفر حوالي 30%، ولكن هناك مناطق أخرى يتم فيها زراعة خاصة في شمال السودان، هناك ليست هناك مشاكل أمنية، ولكن بالتأكيد هناك بتكون ارتفاع لكلفة الحصاد. فلذلك يعني السودان فيه عدد موسم زراعي صيفي وموسم زراعي شتوي. الآن المشكلة تواجه الموسم الزراعي الشتوي بالنسبة لوقت الجزيرة مع انتشار قوات الدعم السريع، وبالتالي هناك صعوبة في حصاد ما تم أصلا زراعته خلال هذا الموسم في نوفمبر الماضي. نعم. طيب عملية تنقل المحاصيل من ولاية إلى أخرى، عملية أنت قلت بأنه قد يكون هناك استيراد من الخارج ولكن لا يتمكنون من الشراء بسبب ضعف القوى الشرائية، كيف ستصل أساسا سواء المحاصيل الداخلية وتنقلاتها بين الولايات، وأيضا المواد الغذائية التي تصل، كيف يعني الإمدادات والطريق؟
السهل لذلك. نعم هناك مناطق كثيرة في السودان لم تتأثر بالحرب بصورة مباشرة، لديها مشاكل أخرى، ولكن في المناطق الأساسية التي تعرض الآن للحرب هي التي تحتاج حقيقة إلى وصول. هناك بعض الاتفاقيات في كيف يمكن الوصول أو ما يعرف بالطرق الآمنة اللي هي يتم فوق الاتفاق على نقل الإغاثات، هذه بالذات تتعلق بالإغاثات الواردة من خارج السودان. تم الاتفاق الأسبوع الماضي على بعض المسارات في هذا الخصوص، ولكن هناك إشكال آخر يتعلق بأنه حتى بالنسبة للأمم المتحدة كانت طرحت في 7 فبراير الماضي الحاجة إلى توفير 4 مليار دولار لتوفير مواد إغاثية، هناك مشكلة في توفير هذا التمويل، وبالتالي هذا يعني يضيف إشكال آخر أنه حتى مع هذه التقارير مع الحاجة المتزايدة ولكن لا يوجد تمويل كافي بالتالي لتوفير هذه المواد بحيث أنه يتم إيصالها. فالمسألة الحقيقة فيها الكثير من التعقيدات ذات الطابع الفني، وفي ايضا تعقيدات متعلقه ايضا بالتمويل وغيرها، ولكن في كل الاحوال النتيجه المباشره لها هي ان هناك ستزداد المعاناه بالنسبه لعدد كبير جدا من المواطنين، سواء لعدم توفر الغذاء نفسه او كما ذكرنا حتى عندما يتوفر لن تكون هناك قوه يعني شرائيه كافيه. طيب وماذا عن الامدادات الطرق؟ انت قلت بان هناك طرق امنه، هل هناك التزام من الاطراف المتصارعه على تامين هذه الطرق؟ لانه تقارير الامم المتحده ايضا تقول بانه عدم الوصول او عدم التمكن من ايصال هذه المساعدات لعدم وجود أي طريق آمن. كما ذكرت لك كان هناك يعني التفاوض قبل أسبوعين مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بعملية الوصول، كان هناك اقتراب من الحكومة السودانية لبعض المسارات من تشاد أو من غيرها، ولكن تم في النهاية الاتفاق على ذلك، وبالتالي الآن يعني هناك مسارات معينة لإيصال الإغاثة لمناطق فيها الحرب سواء كانت في دارفور أو جزء من كردفان أو جزء من الجزيرة. سيكون هناك الآن شرطان، توفر هذه المواد هذه من ناحيه، المثل الثاني عمليه الالتزام من الطرفين ب يعني عدم التعرض لعمليات او لمواد الاغاثه عندما يتم توزيعها، وبالتالي من ناحيه على الورق هناك اتفاق، ولكن كيف سيتم تنفيذه؟ هذا يعتمد على فعلا تمكن الامم المتحده من توفير هذه المواد، المثل الثانيه تعتمد على الالتزام بعدم التعرض لغوافل الاغاثه. شكرا جزيلا لك على كل هذه الايضاحات. كنت معنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي السوداني الدكتور خالد التيجاني، شكرا جزيلا. غابت الأجواء الرمضانية عن النازحين في المخيمات بمدينة إدلب شمال سوريا وسط مصاعب الحياة، ويشكو النازحون في مخيم معرة الإخوان في ريف إدلب الشمالي تضاعف معاناتهم وتفاقم مأساتهم بعد طول فترة النزوح وارتفاع أسعار معظم السلع والمواد الأساسية، إضافة لغياب الأهل والأصدقاء نظرا لهجرة البعض أو نزوح الآخر لأماكن متفرقة. ما في لا طقوس ولا في شيء، قبل هلا ما في، العالم علوة علوة، العالم تم لحاجة بيتها يا خي، وين هالطقوس وين هالشيء؟ ما في شيء والله، إذا كل يوم عم دفش يوم والأش ما نساوي عشاء والله. والله قديما كنا دائما يعني عائلة وحدة في القرية ضيعة، بتعرف نروح على بعضنا ونجي على الأهلي، أهليتنا أولادنا أحبابنا كلهم موجودين معنا، أما اليوم أفرق علينا في فرق كبير. اختلف رمضان كثير والله، يعني ما في شغل، يعني أنا بدور شغل لأولادي ما في شغل، بعيدين عن الديار، ناس بعفرين ناس بسرمدة، نحن كل واحد صار بمنطقة، يعني كنا أولي نطعم بعضنا هالسكبات عند هالفطور، هلق والله ما حدا عم يطعم حدا، ما حدا عم يلحق لعياله. هذا واستقبل أهالي قطاع غزة شهر رمضان هذا العام مع حرب مستمرة منذ 5 أشهر أدت لانعدام مقومات الحياة وشح شديد في المواد الغذائية التي تضاعفت أسعارها، ومبيت في العراء بعد أن فقدوا منازلهم التي تعرضت للقصف الإسرائيلي أو نزحوا منها. استقبلنا رمضان بنقص كبير وبحزن، يعني لأنه إحنا مش عايشين ببيوتنا، عايشين على الرصيف، يعني كل إشي بناكله مش نظيف، فيش إشي نستقبل فيه رمضان، حتى وقت السحور بنفكر كذا تفكير إيش ممكن ناكل على الفطرة، نفس الإشي، يعني كتير كتير موجود عندنا نقص بالأكل بالمية بكل إشي. والله استقبلنا أجواء رمضان يعني بصعوبة، وانت معناه يعني شايف كل شيء على النار، مش متوفر حاجة، وش بدنا نعمل؟ العيلة منولع نار، بنشتري خشب، منار بنلاقي خشب موفر، ومنار بنلاقيهوش، بنلاقيش فلوس نشتري الخشب، منولع نايلون، منولع كرتون. أنا عندي ابن وابن ابني استشهدوا، عشان هيك أنا استقبلته بالحزن يعني رمضان، ولا حاسس إنه في رمضان أصلاً. لا رمضان ولا عيد عندي بالنسبة لي. ما فيش فرحة.
مش متهنيين زي رمضان السنة الفاتت. مرق علينا بالحزن، مرق علينا بالصياح، مرق علينا بالفقر، مرق علينا بالهم. يعني رمضان اللي فات استقبلته بزينة رمضان، بحاجات حلوة، بالخروب، بطبق البيض، بإشي. رمضان هذا ولا بأي حاجة من اللي أنت سمع فيهم. ما قدرتش أوفر لأولادي ولا أي مستحقات الحياة، لدرجة أن بنتي بتطلبني بتقول لي يما نفسي في بيض سليق، بقول هي من وين أجيب لك بيض سليق. ولرمضان أثر بارز على المشهد العام في أفغانستان، حيث تتزين الأسواق بالعديد من المأكولات الخاصة بالشهر والتي تتنوع في مذاقها وشكلها وطرق تقديمها أيضا. لطالما عرفت الموائد الأفغانية الخاصة بشهر رمضان بما يميزها، حيث تنتشر أنواع خاصة من الفواكه المجففة التي لا غنى للأفغان عنها، وخاصة في رمضان. المخلل الأفغاني كمخلل الطماطم الخضراء والمعروف بالتشكني يغدو في رمضان عنصرا أساسيا على موائد الأفغان. الإقبال على الألبان هو أيضا من أكثر ما يميز الذوق الأفغاني في رمضان، حيث يعتبر الأفغان أن منتجات الألبان أحد أبرز المشروبات والمأكولات الخاصة برمضان. أما ما يتعلق بأطباق الحلويات فالمشبك أو كما يطلق عليه هنا الجلبي بأشكاله المميزة ومذاقه المحلى بشكل كبير لا يخلو منه إفطار رمضاني، لا سيما وأنه من المأكولات المليئة بالسعرات الحرارية اللازمة للتأقلم والجو العام في أفغانستان. كشف تقرير أن ثقافة التستر على الأخطاء متفشية في بعض المستشفيات البريطانية تصل إلى حد إخفاء أدلة مرتبطة بوفيات كان من الممكن تجنبها، فضلا عن صعوبة إصلاح الأخطاء المتكررة. المزيد في هذا التقرير. حتى وقت قريب كان نظام الرعاية الصحية مصدر فخر للبريطانيين، لكن الثقة في مستشفيات بريطانيا التابعة لهيئة الصحة الوطنية تتراجع منذ سنوات. إذ آخر تحقيقات صحفية تكشف تفشي ثقافة التستر بين الأطباء والموظفين في محاولة للتغطية على أخطاء المستشفيات بحق المرضى. طبعاً ظهر التستر عن الأخطاء الطبية قد تولد مستقبلاً ما نسميه مسألة انعدام الثقة بين الطبيب والأهل من طرف، مع الكوادر الطبية من الطرف الآخر، يصبح لديهم الشك من حيث أي إجراء طبي يتم إنجازه للمريض إن كان هناك استسباب له أو لا. هيئة الشكاوى في خدمة الصحة الوطنية تقول إن الهيئة تعاني من جو إهمال مثير للقلق، فضلا عن إخفاء أدلة مرتبطة بوفاة كان من الممكن تجنبها، ما يترك مرضى وعائلاتهم في معارك لا تنتهي من أجل الكشف عن الحقيقة. وتشير هيئة الشكاوى إلى خلل في عملية إصلاح الأخطاء المتكررة بسبب غياب المعلومات الوافية لتتبعها، وهو ما يؤثر على آلية التغيير اللازمة لتجنب نفس الأخطاء والاستجابة لها. هذه المعلومات تعيد إلى الأذهان قصة الممرضة القاتلة لوسي لتبي التي استطاعت الإفلات من جرائمها لعدة سنوات بسبب ثقافة التستر الراسخة بين العاملين معها في المستشفى. من لندن، عروب عبد الحق، الحدث. مشاهدينا، انتهت الساعة الأولى. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، وزوروا موقعنا الإلكتروني الحدث.net. دقائق ونلقاكم من جديد. Thank you.
ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات، بحثاً عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. يحتاج التزاماً لأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. رحى حروب لا تتوقف تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثا عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة.
الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من برنامج استوديو الحدث. إلى العناوين: وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة غدا ومصادر الحدث تصف التقدم في محادثة الدوحة بالبسيط. رئيس الوزراء اليمني يكشف أن التصعيد الحوثي في البحر الأحمر أدى إلى تراجع أفق الحل السياسي. وزير الزراعة السوداني يتهم الدعم السريع بعرقلة الإمدادات، ومسؤول يقول إن الحديث عن مجاعة مجرد إشاعة. العراق يطمح إلى مشروع نووي سلمي كبير، والأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يطمئن بغداد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 7 صواريخ مضادة للسفن وثلاث مركبات جوية بدون طيار وثلاث حاويات لتخزين الأسلحة في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وأضاف البيان أن أسلحة الحوثيين تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. كما تتخذ القيادة المركزية الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية. مجلس الأمن الدولي دانا هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمن المنطقة، وطالبوا بوقف جميع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن فورا. وشدد الأعضاء على ضرورة التنفيذ منع الحوثيين من الحصول على الأسلحة لتنفيذ المزيد من الهجمات، مطالبين بالإفراج الفوري عن السفينة جالاكسي ليدر وطاقمها المحتجزين بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم. وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أهمية طريق البحر الأحمر للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه. رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك قال إن توقف خارطة الطريق الأممية بسبب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر أدى إلى تراجع أفق الحل السياسي للأزمة في البلاد بحسب بيان لرئاسة الوزراء اليمنية. وأكد رئيس الوزراء أن ما يحدث في البحر الأحمر من هجمات للحوثيين ليس له صلة بالحرب الإسرائيلية على غزة، وإنما مخطط إيراني ممنهج ضمن مشروعها التخريبي في المنطقة وفقا لقوله. في السياق، نقلت وكالة أنباء العالم العربي عن مصدر في وساطة محلية توقف جهود الوساطة المحلية الرامية إلى فتح الطرق المغلقة منذ بداية الحرب في البلاد عام 2015 بين ميليشيا الحوثي وقوات الشرعية. وكان الوسطاء المحليون يعتزمون إعادة فتح الطرق الرئيسية بين محافظتي مأرب وصنعاء وفتح طرق تعز الرئيسية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان. المصدر كشف أن ميليشيا الحوثي وقفت حجر عثرة أمام جهود الوسطاء وخلقت أعذارا ووضعت شروطا تعجيزية أمام الوسطاء في الوقت الذي أظهرت فيه الحكومة الشرعية مرونة واستجابة لفتح الطرق الرئيسية، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي طلبت من السلطات في مأرب إطلاق سراح قياديين حوثيين وضمانات لعدم احتجاز أي من أتباعها في الطرق التي سيتم إعادة فتحها. في السياق ذاته، قال المصدر إن الوسطاء فشلوا في محاولة إحياء ملفات تبادل الأسرى والمختطفين بين طرفي الحرب في اليمن، موضحا أن ميليشيا الحوثي أوقفت أي جهود حالية في ملف المشاورات الإنسانية أو السياسية أو تبادل الأسرى والمختطفين. لمناقشة هذه التفاصيل من المنامة معنا عبد الله الجنيد الكاتب والباحث السياسي، ومن اسطنبول معنا محمد الكميم المحلل العسكري والأمني اليمني. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد عبد الله. سيد عبد الله، ضربات بريطانية أمريكية على الميليشيا الحوثية في لمنع الهجمات على البحر في على المضيق، طبعا على الممرات أو السفن في البحر الأحمر، ولكن حتى الآن هذه الضربات وفق المعطيات الحالية لم تجدي نفعا. ما الإجراءات المناسب والواجب اتباعها لردع الميليشيا الحوثية؟ أسأل الله مساك، وكذلك كل سنة وأنت طيبة أستاذة تهاني، وكذلك لضيفك والمشاهدين. وأنت بخير إن شاء الله. تسلمي.
بالتأكيد لا يمكن استبعاد كل قدرات الحوثي العسكرية بعد سنوات طويلة جدا من اكتساب تراكم الخبرة وكذلك تكديس سلاح، تأمين قنوات إيصال يعني سلاح عبر أفريقيا ومن طرق أخرى من خلال إيران بكل الوسائط. فلذلك إن أردنا تحولا في كفة الموازنة العسكرية يجب أن يكون هناك تحولا في الموقف السياسي، وعلى رأس الموقف السياسي الأمريكي أولا. ثانيا يجب التعاطي وتحييد يعني مقدار ما تمثله قنوات الإمداد أو الدعم ليس فقط اللوجستي الحوثي، إنما كذلك إضافة الدعم الاستخباراتي وبكل الوسائط، ومن ضمنها مثلا السفن الإيرانية التي تنتقل، وخصوصا سفينة بهشت التي تنتقل بين البحر الأحمر وخليج عدن. نعم، سأذهب إلى الجانب اليمني طبعا، من هناك من اسطنبول المحلل محمد الكميم. سيد محمد، بداية أريد أن أسألك بما يخص فتح الطرق، ولكن هذا الطريق تعثر بعد أن وافقت الحكومة الشرعية بسبب الإجراءات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية. هل هناك طرق بديلة يمكن استخدامها لإيصال المساعدات وتأمين المواد الغذائية في شهر رمضان المبارك؟ أولا مساء الخير وتحية لك ولضيفك الكريم. فيما يتعلق بالطرق، طبعا هناك طرق بديلة تمر عبرها السيارات والمسافرين وعربات النقل والبضائع، سواء إلى صنعاء أو إلى بقية المحافظات المحتلة من الميليشيا الحوثية، ولكنها طرق صعبة وطرق وعرة وطرق يعني تضاعف المعاناة للشعب اليمني وللمسافر اليمني، وعلى وجه الخصوص المغترب اليمني. يعني تخيلي أن المغترب اليمني حتى يريد أن مثلا أن يذهب إلى الرياض أو إلى السعودية، بدل ما كان يقطع المسافة في 7 ساعات و4 ساعات، أصبح اليوم يقطعها في 3 إلى 4 أيام. وهذه مشكلة كبيرة جدا يواجهها المسافر اليمني والبضائع اليمنية، ولكنها تصل في كل الأحوال، هي تصل. ولكن بقاء الوضع بهذا الوضع وإصرار الميليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية على إغلاق الطرق الرئيسية أمام المسافرين، إمعان في تعذيب الشعب اليمني، وإمعان في مضاعفة المعاناة للشعب اليمني بشكل بجح ولا أخلاقي ولا إنساني. وفي الأخير هم من يدعوا أنهم محاصرين، يعني هم يقولوا نحن المحاصرين من التحالف العربي ونحن المحاصرين، بينما هم في الواقع هم المحاصرين للشعب اليمني في نطاق مناطق احتلالهم. نعم سيد عبد الله، بالنسبة للعقوبات التي فرضت على الميليشيا الحوثية لم تكن رادعة، خصوصا بهجماتها في البحر الأحمر، ولكن حسب خبرتك وتعاطيك مع هذا الملف سياسيا، الأهداف الحقيقية من التحركات الحوثية في البحر الأحمر، هل هي فعلا لخدمة غزة أم هي تستهدف مشروع إيراني أو تساعد المشاريع الإيرانية للسيطرة على مضيق باب المندب؟ عطفا على سؤالك للضيف من تركيا، يعني إذا أردنا الاستدلال يجب أن نفهم خصائص تراكمات الأزمة اليمنية. يجب أن نعرف ما هي العناصر المتحركة والعناصر الثابتة. يعني مثلا احتجاز أو عزل أو الارتهان تعز، وهي مدينة من كبرى المدن اليمنية، لماذا يستمر ذلك منذ 2017 إلى يومنا هذا؟ هذا السؤال يجب أن يؤرق كل وضع السياسات في المنطقة، وكذلك يجب فهم أن هذه المعادلة السياسية القائمة في اليمن لن يمكن أن تتحول لصالح الإنسان اليمني، سواء في البحر الأحمر أو في خليج عدن أو في عموم اليمن، ما لم نعود إلى أسس هذه الأزمة والتعاطي معها بشكل واقعي. يعني تعيين بن بريك، وهو سياسي المخضرم والذي خبر هذه الملفات بتفاصيلها ودقائقها، هل يمكن أن ينجح دون أن تثبت هذه الدولة أن لها إرادة سياسية وطنية أولا؟ هذا الرئيس الوزراء سيفشل كما فشل كل سابقي، لأنها لا تمتلك أدوات تمثيل إرادة الوطنية. أما عملية ماذا يمثله الحوثي
ضمن المعادلة الإقليمية، الحوثي أداة. يجب أن ندرك أن الحوثي لا يملك مشروعاً وطنياً يمنياً، هو يمثل إرادة عبثية تمس ليس فقط اليمن واستدامة هذه الأزمة، ويعني الارتهان مصير ما يقارب 37 مليون يمني، إنما جغرافيا هي تمتد على يعني آلاف الكيلومترات بين بحر العرب والبحر الأحمر. يعني لا يمكن القبول باستدامة هذه الأزمة أو القبول بأن يمثل ما هو أقل من 5% من اليمنيين عبر توفير دعم المالي والسياسي والغطاء الدولي الشرعي، عندما شرعنا القبول بأن يكون الحوثي هو الطرف الحاكم للمعادلة اليمنية، فنحن شرعنا أن يمتلك السلاح وأن يمارس كل هذه التصرفات. ما نحتاجه هو العودة إلى المبادرة الخليجية أو مخرجات الحوار اليمني، والتعاطي بحزم على كل خارج ومن يحمل السلاح في اليمن. نعم سيد محمد، كانت هناك مبادرة أممية، عطفا على ما ذكره أستاذ عبد الله، كانت هناك مبادرة أممية تذهب للتطبيقها وتنفيذها قدما، إلا أن هذه التحركات الأخيرة هل هي عطلتها؟ هل هي نفتها؟ هل هي أخرتها لوقت غير محدد؟ المشروع الذي ممكن أن تنطلق أو تذهب إليه هذه المبادرة ما هو؟ أختي الكريمة، يعني هناك مشكلة في فهم يعني استردية الصراع في اليمن، ويعني الصراع الحقيقي في اليمن وأسبابه وجذوره. يعني نحن نقول دائما وملينا من تكرار هذه النقطة، الحوثي ليس شريكا للسلام وليس مؤهلا للسلام، وكل ما يجري في يعني من مبادرات وحوارات ونقاشات. أنا ما أبغى أقاطعك، هذه الصورة واضحة، ولكن المبادرة التي كانت برعاية أممية كأنها فصلت على مزاج الميليشيا الحوثية، الآن تعطلت هذه المبادرة. أنا قلت أكثر من مرة أنه حتى لو أقر العالم كله تسليم اليمن كلها لميليشيا الحوثية الإرهابية فإنه لن يسالم العالم. يعني بمعنى أننا لو أقرينا وتنازلنا وقبلنا بما يريد الحوثي من متطلبات وطلبات وتنازلات، وقدمنا له اليمن بأكملها من صعدة وحتى عدن وحتى المهرة، سلمنا له اليمن كلها، فإنه لن يرضى بذلك، لأن الحوثي مشروع إيراني إرهابي هدفه ليس اليمن فقط، هدفه عابر للحدود اليمنية، وهدفه الخليج العربي، وهدفه إيذاء مصالح العالم في المنطقة. نحن نقول أن الحوثي يراوغ ويسوف في موضوع المبادرات، حتى لو رأينا أن الحوثي يقبل أو يدخل في مفاوضات أو يدخل في نقاشات فيما يتعلق بالسلام أو خارطة الطريق، فإنه فقط يعتبرها ضمن استراتيجيته العسكرية للتسويف والمماطلة. نعم. وللحصول على مكتسبات سياسية بدون لجوء للحرب. هذه الفكرة العامة من موضوع المبادرة، ولذلك ستفشل كل مبادرة، حتى لو لم يكن هناك طوفان الأقصى، حتى لو لم يكن هناك البحر الأحمر، حتى لو لم يكن هناك أي شيء، فإن الحوثي يستطيع التهرب ويستطيع خوض جولة صراع جديدة دائما وأبدا. فقط جاء البحر الأحمر كفرصة فقط للنفاذ والهروب من تلك الخارطة. نعم سيد عبد الله، كيف يمكن لهذه الميليشيات الحوثية أن تقدم خدمات مجانية باسم القضية الفلسطينية خدمات مجانية باسم القضية الفلسطينية لإسرائيل من هذه التحركات؟ هي تقول بأنها تدعم الفصائل في المسجد في 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 فلسطين، ولكن الأمر مختلف طبعا، أريد التوضيح من حضرتك. يا سيدتي الكريمة، يجب أن أولا، هل تمثل هذه الميليشيات في عموم ليس فقط محصورة في الإقليم الشرق الأوسط، وإنما في عموم تواجد هذه الميليشيات أو المشاريع السياسية، هل مثلت، هل قدمت نموذجا حقيقيا لمشروع سياسي وطني؟ ماذا قدمت في العراق؟ ماذا قدمت في سوريا؟ ماذا قدمت في لبنان؟ وماذا قدمت في اليمن؟ هي لا تملك مشروعا سياسيا وطنيا، هي ميليشيات عبثية تتخادم مع كل من يقدم لها خدمات متكافلة. يعني إن افترضنا فقط أن الحوثي
هو فصيل سياسي، فذلك خطأ. الحوثيين يعملون في كل الأنشطة الخارجة عن القانون، من الاتجار في البشر إلى الاتجار في يعني المواد المحرمة دوليا، من السلاح إلى المخدرات. يتعاملون في عملية كفالة تهريب مثلا محروقات أو قرصنة. هناك الكثير من الدلائل التي تؤكد أن هذا الفصيل ليس لا يملك إرادة وطنية ولا يمثل إرادة وطنية. السؤال الآن، هل الحوثي مسؤولية يمنية أولاً، أو مسؤولية إقليمية ثانياً، أو مسؤولية دولية ثالثاً؟ يجب أن يكون للإقليم صوتاً واضحاً في هذا الملف وبشكل سريع، وإلا سوف نعيش نموذج آخر من العراق ولبنان وسوريا. شكراً، كنت معنا من المنامة السيد عبد الله الجنيد الكاتب والباحث السياسي، وأيضا من اسطنبول محمد الكميم المحلل العسكري والأمني اليمني. شكرا جزيلا لكما. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا فيديو يوثق حالة الفزع قرب مجمع الشفاء أثناء القصف وعملية اقتحام الجيش الإسرائيلي. أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل الحدث بمقتل قرابة 25 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء إثر استهداف الجيش الإسرائيلي لعدة منازل في قطاع غزة. ففي رفح جنوب القطاع قتل 14 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا، كما قتل ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، إضافة لمقتل ستة آخرين غالبيتهم من الأطفال في قصف إسرائيلي على منزل سكني غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. علينا
مراسل الحدث أفاد بأن الجيش الإسرائيلي سمح بدخول 22 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال قطاع غزة. 10 شاحنات منها أفرغت حمولتها في مخازن تابعة للأونروا، ووصلت شاحنات المساعدات إلى شمال قطاع غزة بتنسيق مسبق بين عدد من وجهاء العشائر والمخاتير ومسؤولين أمميين. في الضفة، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى أنه سيقدم تشكيلة الحكومة في الوقت القانوني، وقال مصطفى إنه ينتظر إلى الإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية من سياق وطني باعتباره ضرورة ومصلحة وطنية، مشددا على عدم التسامح مطلقا مع أي فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية. ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف الوضع في الضفة الغربية بالخطير جدا مع تواصل الاستيطان وعنف المستوطنين. وحول قطاع غزة قال مصطفى إن غزة جزء أصيل لا يتجزأ من فلسطين، معربا عن أمله بزيارة غزة في أقرب وقت. كما دعا إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي العمل من أجل توفير الإغاثة الإنسانية الطارئة لأهالي غزة. وأضاف أنه ينوي طرح خطة تتضمن إنشاء هيئة مستقلة ومختصة لتتولى إعادة الإعمار في قطاع غزة. لنستطلع كافة التفاصيل على الجانب الميداني من رفح جنوب قطاع غزة، معنا من هناك مراسل الحدث أحمد حرب، ومن رام الله معنا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان. أهلا بكم، سأبدأ معك أحمد. أحمد، ضعنا في تفاصيل ما يجري عسكريا في الميدان والجانب الإنساني أيضا. تحياتي تهاني. الوضع الميداني متطور وكثافة النيران عالية، خاصة في يعني مدينة رفح التي يعني تتلقى العديد من الضربات من الطائرات الحربية الإسرائيلية. في يعني هذه الليلة تم استهداف 4 منازل وشقة سكنية، أسفرت عن 14 ضحية وعشرات الإصابات. كذلك الأمر في مدينة خان يونس، عمليات عسكرية قصف من المدفعية الإسرائيلية لا زال متواصل، خاصة في المناطق الشرقية وأيضا الشمالية الغربية. في المناطق الوسطى في دير البلح والنصيرات هناك سلسلة من الغارات على هذه المخيمات لمنازل، أسفرت حتى اللحظة عن 10 ضحايا وعدد من الإصابات. في شرق مخيمي البريج والمغازي لا زالت المدفعية تقصف منازل المواطنين والأراضي الزراعية الفارغة في هذه المخيمات. حي الزيتون كذلك الأمر، هناك عدة استهدافات حصلت في ساعات الصباح واشتباكات متواصلة في المناطق الغربية. التطور الأبرز هو في ضوء العملية العسكرية في مجمع الشفاء الطبي وفي محيط المجمع. لا زالت هناك غارات عنيفة جدا وأحزمة نارية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدة منازل، ولا زالت المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الغربية لمدينة غزة وهي على مقربة من مجمع الشفاء الطبي. لا زال الجيش الإسرائيلي يفرض حصار مطبق على المجمع، اعتقل أكثر من 80 شخص من داخل المجمع. لا زالت هناك قناصة منتشرة في المكان محاصرة لعدد كبير من المنازل بالآليات والدبابات الإسرائيلية، وبالتالي العملية العسكرية لليوم الثاني لا زالت متواصلة، واستهدافات
في مناطق متفرقة من المناطق الشمالية. تم استهداف المدير العام لمباحث العامة للمنطقة الشمالية رائد البنا، وهو تابع لحركة حماس، وبالتالي وهو المسؤول أيضا عن تأمين ودخول المساعدات إلى شمالي القطاع التي تم التنسيق ما بين الأونروا والعشائر والعائلات المعروفة. وبالتالي الجيش الإسرائيلي الآن يقوم بعمليات عسكرية محدودة في مناطق متفرقة من القطاع. التطورات الإنسانية تهاني على حالها، متفاقمة معقدة للغاية، خاصة في مدينة رفح. لا زال هناك تراجع في دخول المساعدات عبر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، وهذا بدوره يؤثر على إيصال هذه المساعدات إلى النازحين الذين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية. الأمر الآخر في المناطق في مدينة غزة وشمالها، لازالت أيضا هناك دخول فعلي للشاحنات المساعدات وخاصة الدقيق، ولكنها لا تكفي ولا تلبي الحاجة حتى هذه اللحظة. سننتقل على الضفة الغربية من رام الله، ينضم إلينا من هناك زميل عبد الحفيظ. عبد الحفيظ، رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف تحدث عن التشكيلة الحكومية ستظهر أو ستتم هذه التشكيلة في الوقت القانوني، متى هذا الوقت القانوني المحدد، وإن كانت هناك أي تسريبات أولية لهذه التشكيلة؟ نعم، وفق القانون الفلسطيني فإن هناك 3 أسابيع مع رئيس الوزراء المكلف لتشكيل وإعطاء قائمة للوزراء الجدد الذين سيتم يعني طرحهم على الرئيس الفلسطيني. وإن لم يتمكن دكتور محمد مصطفى في هذه المدة من تشكيل قائمة الوزراء، ربما أيضا وفق القانون يمدد له 2 أسبوع آخرين إلى أن تكون الحكومة جاهزة. وفق تصريحات الدكتور محمد مصطفى فإن أغلب هؤلاء الوزراء أو معظم يعني كل هؤلاء الوزراء سيكونوا من التكنوقراط، من الخبراء والفنيين المختصين في شؤون اقتصادية وشؤون قانونية وشؤون إدارية. الدكتور محمد مصطفى يتحدث عن إصلاح السلطة الفلسطينية سيكون على قائمة أولويات هذه الحكومة الفلسطينية، إضافة لموضوع إعادة إعمار قطاع غزة، وتحدث عن أن موضوع إعادة الإعمار سيكون على رأس أولويات هذه الحكومة الفلسطينية التي فور تشكيلها سوف تبدأ بالبحث عن سبل إعادة الإعمار بالتعاون مع منظمات دولية ودول إقليمية مختلفة. نعم، هل هناك أي معلومات عن أي جهود أولية أو يعني البداية التي ستذهب بها هذه الحكومة للمجتمع الدولي أو تمثل الجانب الفلسطيني في المجتمع الدولي؟ ستنطلق من حيث المستوطنين، لأن الخطر الذي حذر منه رئيس الوزراء المكلف، أم سيكون هناك ملف آخر طبعا كأولوية ملف قطاع غزة؟ طبعا تهاني، لابد من الذكر ان يعني لن تكون بدايه سهله لهذه الحكومه، واصلا انطلاقتها بدات متعثره لان هناك رفض من حركه حماس على الاقل، ومن حركه الجهاد، ومن بعض الاطراف لهذه الحكومه، اي انه لا يوجد توافق وطني شامل على هذه الحكومه الفلسطينيه. ومساله عملها في قطاع غزه حتى هذه اللحظه تبدو مساله معقده، اذ ان يعني الطرف الذي ما زال يمسك في زمام الامور في قطاع غزه لا زال لا يوافق على هذه الحكومة ولا على اسم الدكتور محمد مصطفى، بل على العكس يتهمها بأنها حكومة انقسام. وبالتالي البداية لن تكون سهلة، وهذه الحكومة لن تعمل بشكل طبيعي إلا إذا ما حدث توافق بين الفصائل الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة أو الفصائل في الخارج أو السلطة الفلسطينية. على كل حال أيضا كان هناك حديث كبير عن حول هذه الحكومة وعلى الضغوط التي مورست على الرئيس محمود عباس لتشكيل والذهاب إليها. هناك رفض على الأقل مبدئي لموضوع مثلا الميناء الذي يتم بناؤه في قطاع غزة، موضوع آلية إدخال المساعدات وما إلى ذلك. وبالتالي هذه حكومة تأتي في وقت صعب جدا، ربما تبدأ يعني ببعض يعني المشاورات الدولية في المسائل القانونية، التوجه إلى محكمة الجنايات، مساندة القضايا المرفوعة على إسرائيل، ولا أعتقد أن تذهب أبعد من ذلك بكثير، إضافة إلى موضوع الضغوطات يعني محاولة تحويل أموال المقاصة من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، على الأقل دفع رواتب الموظفين المتعثرة حتى هذه اللحظة منذ عدة شهور. شكرا. من رام الله مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان، ومن رفح جنوب قطاع غزة أيضا من هناك زميل أحمد حرب، شكرا جزيلا لكما. أصبحت الدراجات الهوائية وسيلة المواصلات في قطاع غزة بسبب الحرب التي أدت إلى تدمير الشوارع والسيارات ومحطات الوقود.
خلصت لي ابو حسن يا احمد. أفضل وسيلة صارت وسيلة المواصلات هي عبر الدراجات الهوائية وعبر اللي هي وسيلة الدواب، غير هيك صعب إنه الواحد يتنقل لأنه لا يوجد أي وسيلة أخرى في هذا الوقت. الشوارع تم تكسيرها، المحطات البترول تم تفجيرها، يعني ما فيش أي وسيلة نمشي فيها إلا الوسيلة هذه، لأنه السول البنزين والسولر انقطع والناس لجأت على السيارة صف سيارته صاروا يجيبوا البسكليتات القديمة تاعت أولادهم وتاعتهم القديمة واللي انقصبت ظهورهم جابوها من تحت الركام على أساس هي المواصلة، هي المواصلة الوحيدة للشخص نفسه اللي يطلع يقضي مصالحه ويشتري عليها أغراضه، يطلع المشاوير البعيدة. فلجأت لإصلاح البسكليت، فالناس صار عليها طلب تجيب بسكليتها تصلحه. من بداية الحرب إلى الآن كان استهداف الاحتلال الإسرائيلي للشوارع وللممرات وللأزقة واستهداف المنازل اللي كانت توقع على الشوارع وتسدها ولفترات طويلة، وكنا بصعوبة نقدر نتنقل مشيا على الأقدام، فهذا أثر علينا وخلى يعني الشوارع حتى العامة والفرعية توقف تماما، فهذا أعاق حركة السيارات وصار في عندنا صعوبة في التنقل، فلجأنا لوسيلة أخرى اللي هي الدراجات الهوائية. وإلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، يعاني سائقو الأجرة في الجنوب أوضاعا معيشية صعبة بسبب القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في بلدات وقرى متاخمة للحدود بين البلدين، حيث أضحى عدد كبير منهم بلا عمل خشية التنقل من بلدة إلى بلدة والتي وصفها بعضهم بالمغامرة والمخاطرة بالأرواح. وضع مبدئيا بالعدر بسبب وضع الأمن الموجود، تاني شيء وضع أنه الناس ما عادش قادرة تتحرك، واللي قادر يتحرك عم بيعمل ألف حساب لمشواري، وضع مادي سيء، وضع أمني سيء، مش معقول أن التنتين بيكفي أنه يعبروا لك على وضع منطقة. شوفير التاكسي بيدفع ثمن كتير غالي، ليش؟ لأنه أجرات ومحروقات غالي، والراكب اليوم مستعجل بروح ومن هي بيستعجل وبالمائس، يعني بضل وضعه سيء. قلتوا ليه؟ والعالم يعني فيش شوفير تاكسي الا بكون وضعه سيء، لان بيته اجار خاصه بالمنطقه. الحركه اكيد بسوت العبق، يعني عبق كمان وقع مثلا البون على مروحين يارين عيطه راميه بيوصل هذيك المنطقه، وكانت مناطق امنه وكل شيء كان تمام. هلا حاليا لا والله، يعني هلا بتطلع بريك بين ويا دوب انه بكفوك مثلا بالطلان، عرفت كيف؟ وبتضل مثلا اربعه خمسه. وهذا يعني كان المعيشه اكيد مش مثل قبل، يعني في عالم عم تطلع وتنزل، عرفت كيف؟ ما في عالم عم تطلع وتنزل ابدا. انا ساكن بياطر، يعني بيجي من ياطر على موقف الباص، لو وقف على موقفه ما بتوفق بشيء على الطريق، بحرق بنزين 500,000 من ياطر لهون على الفاضي. استوديو الحدث مستمر وفيه ايضا. سيول وامطار تجرف شخصين في دهوك بالعراق واستنفار للبحث عنهم. We'll be right back.
الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم بنكبة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عزم العراق على مزاولة نشاطه النووي للأغراض السلمية، وقال السوداني خلال استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية رافائيل جروسي فإن العراق قدم للوكالة متطلبات انضمامه إلى اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وعبر السوداني عن رغبة العراق في شغل موقعه الطبيعي في الساحة الدولية وأن يزاول نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية، مضيفا أنه يتطلع إلى مساعدة من وكالة الطاقة الذرية في وضع البرامج والمشاريع ذات العلاقة. من جهته وجه جروسي دعوة إلى السودان لحضور قمة الطاقة النووية التي ستعقد في بروكسل في شهر مارس الجاري، مؤكدا الالتزام بالعمل مع العراق في برنامجه ومشاريعه السلمية. في وقت يبدأ العراق مرحلة جديدة على صعيد الطاقة النووية، فإن السؤال الذي يبقى معلقا هو كيف يمكن إزالة مخاوف الأطراف الخارجية من وجود مفاعل نووي ولو للأغراض السلمية على أراضيه التي تنتشر فيها ميليشيات مسلحة مرتبطة بإيران. فخلال لقاء جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، عبر فيها السوداني عن رغبة العراق في الحصول على الطاقة النووية المستخدمة للأغراض السلمية. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جانبه أشار إلى أن صفحة الماضي في العراق طويت، حيث من المتوقع أن تبدأ بغداد وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنشاء محطات نووية صغيرة تستخدم للأغراض السلمية. ويذكر أن العراق كان يمتلك 3 مفاعلات نووية في منطقة التويثة جنوب بغداد، والتي كانت موقع الأبحاث النووية الرئيسي في البلاد. ففي عام 1981 دمرت ضربة جوية إسرائيلية مفاعل تموز النووي قرب بغداد أثناء الحرب العراقية الإيرانية. مفاعل تموز الذي دمرته إسرائيل كان تم تشييده بمساعدة من فرنسا التي كانت آنذاك على علاقة جيدة مع العراق. وفي عام 1991 دمرت الطائرات الأمريكية الموقعين الآخرين خلال حرب الخليج. وبعد سقوط النظام السابق عام 2003 بقيت تراجيديا تموز تلاحق علماء العراق النوويين الذين تم اغتيالهم أو اغتيال العشرة منهم. لمناقشة هذه التطورات معنا من الشارقة الدكتور فاضل الجنابي رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية الأسبق. أهلا وسهلا بك معنا دكتور فاضل. دكتور فاضل، هل هذا المشروع أو هذا الطرح الذي تقدم به السوداني قابل فعلا للتطبيق وأن الماضي طوى صفحة المفاعلات النووية في العراق؟
أولا شكرا لكم والمشاهدين الكرام. أولا أنه كل هذا العمل السابق الذي كان قبل احتلال حقيقة كان لم تؤيده كل الإجراءات الماضية، أي بأنه هو عبارة عن معروف استعمل لغرض احتلال العراق، ما كان أكو مشكلة في بين العراق والوكالة الدولية، كانت تطبق العراق كان يطبق كل المنظومات ويطبق كل القوانين التي تتكفل بها الوكالة الدولية. الحقيقة الآن العراق طبعا منذ تأسس، يعني يجب أن نأكد مرة ثانية، العراق منذ تأسس كل الحكومات التي توالت على العراق في حكمه بعد استقلاله كانت تعتني بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا، ولكن يعني بطبقات مختلفة، يعني بنسب مختلفة، هذا هكذا. الآن حقيقة أول القضية الأساسية في عملية الصناعات النووية أو العلم النووي أنه الكادر العلمي هو الذي أساس هي العمود الفقري للعلوم النووية. الآن في عند الاحتلال كل العلماء العراقيين الأكثرهم أما قتلوا أو شردوا أو سجنوا، فكيف تستطيع الآن تقوم بعمل بهذا الطريقة أنه الآن تكون إلى أن تكون كوادر جديدة إمكانيتها أن تتعامل مع العلم النووي بهذا الطريقة؟ الأمريكان هم المسؤولين الحقيقة، هم المسؤولون في عملية تقتيل طبعا أمريكان. طيب دكتور فاضل، معنى ذلك المشروع الذي تقدم به السوداني يواجه عرقلة أو عقبة عدم وجود العلماء النوويين في العراق؟ نعم، يحتاج، لأن التطور العلمي اللي صار في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية هذه يحتاج فترة زمنية. أولا الكادر العلمي النووي يجب أن يكون كادر قادر أن يتعامل مع العلم النووي، وسبب جدا بسيط وهو أنه العلم النووي يحتاج إلى كوادر، لأن العلم النووي علم دقيق جدا، هو مفيد، تستطيع أن تستعمله في كل مكان. وبنفس الوقت بمن ممكن أن يتم الاستعانة لتنفيذ هذا المشروع طالما في ترحيب من الطاقة النووية؟ نظام الاستعانة أنه كثير، قسم منهم توفوا وقسم الآخر مشردين، تستطيع بالكوادر العلمية الموجودة تستطيع منها، ولكن صار 20 سنة لم يستفيدوا منها من هذه الكوادر كما قلتم، أما شرد أو سجن أو قتل بهذا الطريق. طيب دكتور فاضل، البقايا الموجودين إمكانية الاستعمال حقيقة، ولكن نظرة الدولة، نظرة الحكومة الآن موجودة غير قادرة، هنا بحاجة إلى إرادة سياسية أن تستطيع أن مو فقط في القضية النووية، في كل معالم الدولة الطاقة النووية أن تستعمل عندما تكون موجود هناك إنفراستركشر موجود للدولة. الآن كهرباء ما موجود في كل بنية تحتية. بنى تحتية نعم مطلوب. كيف تستطيع أن تقيم بهذا البرنامج النووي المتطور جدا الآن، في المعروف على شنو معنى التكنولوجيا النووية، وغير متوفر العوامل الأساسية التي تقود ذلك؟ وأولا كما قلت هي قضية الكوادر وطريقة استعمالها، وأيضا القضايا اللي تستطيع هذه الكوادر أن تعمل حسب قوانين وأنظمة وفي منطقة، ايضا الاستابيليتي يعني الاستقرار في الدوله هو المطلوب لكي تستطيع ان تقوم باعمال نوويه في العراق. يعني هل تعتقد بان هذه الحكومه مخفي عليها كل هذه العوامل التي تؤثر في انشاء هذا المشروع؟ لماذا طرح برايك؟ احنا سمعنا من الاحتلال لحد الان كلها كلام حقيقه، ولكن بدون فعل، يعني حقيقه بدون فعل. ممكن رغم انه الاموال متوفره، العراق غني بكل معروف عليه، وطبعا التكنولوجيا النوويه ايضا تحتاج الى كوادر علميه وكذلك تمويل عالي، لان التكنولوجيا النوويه حقيقه يعني غاليه الثمن، ولكن إنتاجيتها كبيرة جدا، إن كان في الصحة والزراعة والصناعة وكذلك في توفير الطاقة الكهربائية، كل هذه الطاقة النووية كانت
تقدر تستطيع أن تستعملها في كل هالمناحي الحياة العامة. ولكن بنفس الوقت كما قلت إرادة سياسية، استقرار، علماء موجودين لذلك. العلماء لا يتكونون في ليلة وضحاها، هناك مرحلة كبيرة. العراق كما قلت منذ تأسيسه بدأ في قضية إرسال البعثات في أنواع العلوم، الطاقة الذرية فيها كل العلوم الموجودة. حقيقة الطاقة الذرية تستطيع تحتاج إلى الطبيب وتحتاج إلى الكيمياء وتحتاج إلى البيولوجيا وهكذا، كل العلماء يجب أن يكون موجودين. هذه الطاقة النووية. أما أنك بهذه الطريقة في يوم من وضحاها تستطيع أن تنشئ هذه المنظومات، أكيد لا، ولكن يجب يكون عندك إرادة سياسية. هل الإرادة السياسية متوفرة؟ أنا لا أعتقد. طيب دكتور فاضل، إذا تم المشروع وأنشأوا أو إعادة إحياء إحدى المفاعلات النووية الثلاثة، هل سهل تأمينه في دولة كدولة العراق؟ ومن ممكن أن يعمل على تأمين هذا المشروع؟ المتطلبات الأساسية لتأمين هذه المفاعلات؟ لا، المتطلبات من حقيقة موجودة، أنه شركات أولاً تستطيع أن تقوم بهذا العمل واضحة، ولكن أنه تأمينها وعملها العراقيين ليس دولة حقيقة فيها الإمكانيات هائلة. الحمد لله لو تستثمر هذه الإمكانيات العلمية تستطيع. وأما قضية أنه من هو الذي يؤمن أن هذه المفاعلات ما تستعمل لقضية أخرى، في كل التاريخ العراقي لم تستعمل الطاقة الذرية لأشياء أخرى، دائما استعملت للقضايا السلمية. أما قضية هذا اللي قالوه الأمريكان بأن استعمال وإنتاج الطاقة، لم تؤيده كل الإجراءات أو كل الوفود اللي جاءت بالعراق بعد قبل الاحتلال وبعد الاحتلال. فإذا أنت تستطيع أن تعمل حالنا حال أي دولة أخرى. شكرا جزيلا من الشارقة الدكتور فاضل الجنابي رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية الأسبق، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. يا خدي الحمد لله خلاص كده. امي خالي شو فرعي خدي او شيكات يا رب. ضربت عاصفة ترابية قوية العاصمة السودانية الخرطوم، حجبت الرؤية بشكل كامل في مدن العاصمة الثلاثة، وأدت العاصفة إلى قطوعات في التيار الكهربائي لعدد من الأحياء جنوب وشرق الخرطوم. مشاهدينا شكرا لكم على كرم المتابعة، دوما تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، وأيضا زوروا موقعنا الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء.